من المهم انه ندخل اربع انواع من الرياضه بالبروجرام تبعنا: الايروبيك، السترينث، الفلكسبيليتي والبالانس. البالانس كثير مهم لكل الاشخاص وخاصه الكبار بالعمر، مع الوقت نحن التوازن بخف، بالتالي ضروري نعمل هدول التمارين تيساعدنا انه نحسن التوازن تبعنا. كل شخص كثير اخذ وزن او كل شخص كثير خسر وزن، حتى المراه الحامل ضروري يدخلوا التمارين الخاصه بالبالانس.